رب السوء من القول لمن ظلم كان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولن يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم كان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سأل موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذ العجل من بعد ما جاء اسم البينات فعفونا ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميزان وكنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقض ميثاقا وكفر بآياتنا وقصناهم الأنبياء بغير حق وغنم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفر ولا يؤمنون إلا قليلا وبكفره وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوا ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل الموت ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحل لهم وبصد من سبيل كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلم أموال الناس بالباطل وعددنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم المؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل والمقيمين والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود الزبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكريما رسلا مبشرين ومنذرين لعل يكون للناس على الله حجة مدى الرسل كان الله عزيزا حكيما لكن لو يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم رسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تغفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى
إلى مريم وروح منه فآمن بنا ورسل ولا تكونوا ثلاثة إنه خير لكم إنما الضيل وحي سبحانه وأن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لئن يستنكف المسيح ويكون عبدا الا ولا الملائكه المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستنكف فسيحشرهم اليه جميعا فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجرهم ويزيدهم من فضله واما الذين استنكفوا واستنبنوا فيعذبهم عذابا عليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فاستدخلوا في رحمة منه فضل ويهدي إليه صراطا مستقيما يستمدونك قل إنه يؤتيكم في نكالا إن امرؤ لك ليس له ولد أخن فلا نصف ما تنه وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كان لها سنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل ذي الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يسنى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمن البيت الحرام يبتغون فضلا من ربي ولذواد وإذا حللت واصطادوا ولا يجرمنكم شنعان قوم من الصدق وللمس الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لخيل النبي والمنخنقة والموقودة والمتردية والنتيحة وما أكل السبع إلا ما زكيت وما ضبح وما ضمح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم في سنغوة اليوم ينسى الذين كفروا من دينك ولا تشعوا وشعون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمددت الرب فيما خمصة غير متجاني في الاسم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا وحين لم قل وحين لكم طيبات وما علمتم من الجوانح مغنبين تعلمونهن مما علمكم الله فكنوا مما أمسكن عليه واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع حساب اليوم وحين لهم طيبات وطعام الذين أوتوا معين ودعاءكم من الله والمنصنات من المؤمنات والمنصنات من الذين أوتوا من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن ولا محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم على أحد منكم أو جاء أحد منكم أو جاء أمام سيما بذا يا
أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق واغسلوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ولتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذا قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا اعدلوا وقربوا للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله نعمة عليكم إذ هم قوم يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن قمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وأنزلتم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفر عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضي ميثاقهم لعنا وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا عنهم مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبههم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور كتاب مبين يهدي من لمن تبع رضوانه سبل السلام ويخرج من الظلمات الى النور بإذن ويهدي من الصراط المستقيم لقد كفر الذين قالوا ان الله المسيح ابن مريم قل فمن يملك لكم من الله شيئا أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وحباؤه قل فلم يعظمهم بذنوبهم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فضلة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا ببشير ولا نذير وقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير
وإذ قال موسى لقومه قم اذكروا نعمة الله نعمة عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة الذي كتب الله لكم ألا تروا تدعوا على البني وتنقلب خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين خافوا أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنه غالب على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنا محرمة عليهم 40 سنة يدعون في الأرض ولا تنس على القوم الفاسقين واتلوا عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذا قربا قربا فلقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأتنن قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتغتنني ما أنا بمحسن يدي إليك أن يغتنك إني أخاف رب العالمين إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فتوات له نفسه قد استنخف له فأصبح من الخاسرين فبعث الله ربا يبعث له الدين يريه كيف يواري سوداي قال يا ويلتى أجلس كنا مسندا غراما فواليا سودا حي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فلنفا كأنما قتل الناس جميعا ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسألون في الأرض فسادا يقتلوا أيقتلون السنة من تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفع من الأرض ذلك نخزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تغضروا عليهم فاعلم أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه وسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا أن لهم في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم خارجين منها ولهم عذاب مقيم والسالك والسالك والفرط وإذهما جزاء بمن قسم كان من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بني ظلم وسلم فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعظم من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها رسولنا يرسلنا الذين يسألون في القوف من الذين قولنا آمنا بأفواههم ولم تؤمن من وابدوا من قلوبهم من الذين هادوا ومن الذين هادوا سمعون لكذب سمعون لقوم أخون لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فخذلوا ومن يرد له فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يريد الله يطهر قلوبه له في الدنيا خزي وله في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب كالون للسحت فإن جاءوك
خلفكم بينهم وعارضكم وإن تنعنوا يظنوك شيئا وإن حكمت فانكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمنك وعندهم تراد في حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين سلموا للذين هادوا وربانيون ورحمان بما استوفيوا من ذنبنا وكانوا عليه شهداء فلا تشتروا الناس واشتروني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن الدنيا والسنة بالسنة والجنوح عن قصاص فمن ذا صدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على سالم يرسل وقفينا على سالم يرسل وقفينا بسلم مريم وعدم جن وجن في قول من دو في رمضان وقفينا على سالم يرسل وقفينا بعيس من وعدم جن وجن في قول من دو ورمضان وقفينا على سالم بسلم مريم وعدم جن وجن في قول من دو ورمضان وقفينا على سالم يرسل وقفينا بعيس من وعدم جن في قول من دو ورمضان وقفينا على سالم يرسل وقفينا بعيس من وعدم جن في وقفينا على سليم وقفينا على سليم يرسل وقفينا بسم الله وعدم يجب فيه قل عبد الله ورحمة وعجل ورحمة وعدم يجب وما أنسنا وما أنسنا ورادوا نجل ميوفنا دانجلون وقفينا على سالم بن رسل وقفينا باسم مريم ذلك في قلب رحمة ورحمة ورهبانية ذو عرفة ورحمة وقفينا على سالم بن رسل باسم مريم ذلك وجل ويدعو رحمة ورحمة وقفينا على سالم وقفينا على سالم بعيسى بن مريم مصدق لما بني آدم من التوراة من التوراة ومن التوراة نجينا فيه ورمودا ورحمة وصدق لما بني دون ابنودا وموعظة للمتقين وليحملوا لجن ممن سأل الله فيه ومن لم يقم ممن سأل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من كتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما عندكم استنبئوا خيرا إن الله يبلغكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن يحكم بينهم بما أنزل الله وأن يحكم بينهم بمن زال الله ولا تتبع أهواءهم وأحذرهم أن يفتنوك عن بعد من زال الله إليك فإن تولوا فاعلم أن من يريد الله يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولوا منكم فإنه منهم إن الله يتقم الظالمين فترى الذين في قلوب مرض يسارعون في يقولون نشهد سبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفضح أو أمر من عندهم فيصبحوا على ما سروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين قسموا بالله جل إيمانهم إنهم لما هم عبيدا عمان فاسموا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينهم فسوف يأتي الله بقوم يحب ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم
إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين دخلوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم من الصلاة تأخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يوقنون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل ننبئكم بشيء من ذلك مثوبة عند الله من لعنهن وخطب عليهن وجعل منهم القردة والخنازير وعباد الطاغوت أولئك شر مكانا وضلوا عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم الصحت لبئس ما كانوا يعملون لولا أنهم ربانيون أحبار قليم الإثم وأكلهم الصحت لبئس ما كانوا يصنعون وقال الذين يدعون مغلولة ولا تهدم ونؤمن بما قالوا بل يداهم مبسوطتان فإن فيشاء ونزيد كثيرا منكم أنزل إليكم ربك نجانا وكفارا وألقينا بينهم الأداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أنقذوا نارا للحرب أدفعها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن على الكتاب آمنوا واتقوا لكفر عنهم سيئاتهم ولدخلهم جنات النعيم ولو أنما قاموا التوراة والإنجيل ومنزل إليهم ربنا قالوا يفيوا مدعا جعلوا جنوان ونص من مقتصدا وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت أن يسألك والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليك من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم الله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم يدهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب عليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة كانا يقنان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا ينفقون قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم
قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ظنوا من قبل وظنوا كثيرا وظنوا أن سواء السبيل لئن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما سوف كانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أرسل إليهم أتخذهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن قربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون